أخبار اليوم. بيوتهم علشان هم يعني كبروا ما بيعرفوش، ما عندهمش علاقات، فبالتالي ما بيعملوش حاجات في هولندا كتير. فأنا حبيت إن أنا أقدم لهم حاجة وإن أنا أنظم لهم جو يقدروا يعملوا علاقات فيه ويقابلوا ناس جديدة. حضرتك تدربتي في الوظائف موصولة لهذا الموضوع بالظبط. بدأتي منين؟ الطريق بدأ إزاي؟ بدأت الأول عن طريق الأعمال الخيرية مع العرب، بعد كده بلدية أمستردام قررت حبت إن هي تدربني وإن هي وإن أنا أشتغل معاهم، وده فعلا حصل، وعندي سيرتيفيكيشن من بلدية أمستردام مسموح لي إن أنا أتكلم مع المسؤولين وإن أنا أعمل تريننج وإن أنا يعني أساعد على قد ما اقدر. يتبادل السيد الرئيس بلدية أمستردام بعد كده رشحتني في اجتماع خاص مع الجنرال، وكان في منهم الجنرال الاول في هولندا، وهو بصراحة يعني أنا كنت أنا قلت له بصراحة الجنرال الأول في هولندا ده بيوازي إيه عندنا في مصر؟ تقريبا وزير أحد الفروع. فأنا كنت صريحة وقلت له إن أنا يعني أتوقع أحد فروع القوات المسلحة إن المحاجبات صعب إن هم يشتغلوا في وزارة العدل، فأنا بتمنى منه إن المحاجبات يكون ليهم مجال أكتر. طيب خليني اعرف حضرتك، كان ليكي يعني خط او خط سير في العمل الحزبي؟ كنت في حزب العمال اعتقد في هولندا، هل ده نقدر نقول انه اهلك للتطلب المنصب ده؟ السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة يحيي القوات المسلحة وفي معيته السيد الفريق أول سبقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي. الدارة لليمين، لليمين دور. سيدات وسادة، وقد عزفت الموسيقى العسكرية. سلام جمهورية مصر العربية، ونبدأ على الفور مراسم الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من معهد ضباط الصف المعلمين. الرئيس، أعزائي المشاهدين، القائد الأعلى للقوات المسلحة، ضيوفه الذين يحضرون مع سيادته.